السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي الطلاب، نلتقي مع المحاضرة السادسة اللي راح تكون عن الجهاز الهضمي والجزء الرابع من عنده اللي هو الاستوما. Stomach is a muscular chamber or series of chamber، يعني المعدة هي عبارة عن غرفة عضلية أو سلسلة من الغرف، اللي راح نشوف بعض المعاد راح تكون في بعض الأحيان هي عبارة عن قطعة واحدة تكون U shape or V shape حسب الشكل، يعني غرفة واحدة تؤدي وظيفة أنه تكون معدة. أما في أنواع أخرى وفي أصناف أخرى راح نشوف أنه المعدة تتكون من chambers، ممكن 2 chamber 3 or 4 chamber حسب الحيوان وحسب طريقة تغذيته، لأنه تكون المعدة بالدرجة الأساس يعتمد على طبيعة الغذاء، فالحيوان اللاحم طبيعة معدته تختلف عن الحيوان اللي هو العاشب وهكذا. That serves for storage of food، هذه تستخدم لخزن الغذاء أو خزن الطعام. That of food swallowed اللي هو تم ابتلاعه، ومن ثم missing يعني نقع، يعني يبقى في المعدة كأنما ينقع أو تنضاف له الأنزيمات الهاضمة. turning into pulp يعني يتحول إلى مادة لبية أو عصير. شنو هاي العملية اللي تحول الغذاء إلى عصير؟ by peristalsis عملية التحوي أو يسموها التمعج. unscreened and mixed with certain digestive juices يعني وراح تنفرز على هذا الغذاء المهضوم مواد أو عصائر هاضمة حتى تتم عملية هضم العناصر الغذائية. primary function of stomach continue to be storage of large quantity of food that has been swallowed. الوظيفة الأساسية للمعدة هي تخزين كمية كبيرة من الطعام الذي يتم ابتلاعه، هذه هي الوظيفة الأساسية. الآن راح نجي إلى تفصيل المعدة في الأصناف الحيوانية. أول صنف راح ناخذ السايكلستوما. مثل ما تعرفون أنه السايكلستوما عنده طورين، طور larval stage اللي هو الطور غير البالغ واللي تكون تغذيته free living، حياته هو يكون حر المعيشة وتكون تغذيته على الفتات أو الدقائق الزوو بلانكتون أو فايتوبلانكتون، مثل الرميح مثل ما أخذناها، يعني فلتر فيدينج، يعني هو حياته حر المعيشة free living. بينما الطور البالغ اللي راح يكون باراسيتك ويتغذى على وجبات من الدماء على الأسماك اللي راح يطفل عليها. فلو راح نجي نشوف اللارفال ستيج سايكلوستوم سيستوماك اسليتد، راح تكون المعدة إليه مهدبة، which is quite useful، راح تكون جدا مفيدة. in pushing detritivorous يعني ها طبعا اكو خطأ املائي، detritivorous يعني وجبات اللي هي عبارة عن فتات مثل ما قلنا زوبلانكتون أو فايتوبلانكتون. backward on which they feed يعني على هذه الوجبات اللي هي تتغذى عليها، يعني المعدة راح تكون مهدبة تماشيا مع النوع الغذائي اللي هو عبارة عن فتات. which they feed but the adult lamprey، هذا اللامبري شلون راح تكون الاستومك مالته؟ is indistinguishable يعني ما راح تكون مميزة، ما راح اشوف المعدة بيه مميزة، لان هو مجرد غذاء عبارة عن مادة سائلة وهي الدماغ. لو راح نجي على الاسماك in most of fishes stomach continues to be narrow، المعدة راح تستمر وتكون عبارة عن انبوب ضيق and long وطويل inside the elongated body cavity، راح تكون متطاولة على طول التجويف الجسم، يعني تجويف الجسم. ان الازموبرانش it is a J shape، سبق وان قلنا احنا الاسماك الخضروفية كانت J shape والاسماك العظمية بالعمل ذكرناها كانت V shape. and measure about half the length of the interdigestive tract، تقريبا تشكل حوالي نصف طول الجهاز الهضمي. الآن إذا نجي للأنفيبيا in urodils اللي هي أنواع الأنفيبيا اللي ذيلية تكون، هذا سيترايد ستومك المعدة مالتها راح تكون بشكل خط مستقيم with hardly undigested function assigned to it، يعني احنا بالبرمائيات المعدة راح تكون مستقيمة ومع عدم وجود اي وظيفة هضمية مخصصة لها، هي مجرد يعني فتكنما فد انبوبة تصل ما بين المريء او من البوكل كافيتي وبعدين الى ما يصير الهضم المواد في الأمعاء. أما في الضفادع in frog and toads في الضفادع والعبلاجم cardiac end is wide and pyloric is small، راح نشوف إنه الجزء القلبي من المعدة راح يكون عريض أما الجزء البوابي فراح يكون صغير. Herpetalias اللي هي
الزواحف. Snake and lizard have elongated stomach. بالنسبة للأفاعي قبايا أو السحالي have elongated stomach، معدتها راح تكون متطاولة that fit inside their elongated abdominal cavity، راح تكون تتناسب مع تجويفها البطني الممدود. But in turtle the stomach is narrow U-shaped tube. أما في السلاحف فراح تكون عبارة عن يوشي. Crocodiles have a highly specialized stomach. راح نشوف إنه المعدة بالcrocodiles تكون جدا متميزة، وراح نشوفها بالضبط كأنما معدة الطيور أيضا بيها proventriculus وبيها جزء اللي هو الجزرد. يعني أيضا كأنما من نشرح التمساح نشوف معدته كأنما معدة طير. That highly curved تكون كلش منحنية except ما عدا اللي هي السلاحف. Digestive gland are strongly developed in the stomach of reptilia. يعني كل الريبتيليا راح تكون معدتها متطورة، الجزء الغدي من معدتها متطور ما عدا في السلاحف راح يكون غير شكله. هذا سؤال لو راح نجي على الطيور. Bird's stomach is modified greatly into glandular portion نسمي proventriculus and horny portion نسمي الجزر. إذا راح نشوف إنه المعدة في الطيور راح تتمايز إلى منطقتين، الجزء الغدي نسمي proventriculus، ركزوا لي على هذا المصطلح في غاية الأهمية، and horny اللي هو راح يكون جزء متقرن يختص بالهضم الميكانيكي نسميه الجزر. That is necessary to grind seed. هذا مخصص لطحن البذور and other types of food وغيره من الأغذية. That they need to swallow whole in the absence of food. اللي هو راح نحتاج الحيوان إنه يحتاج إنه يبلع بشكل كامل، لكن هو ما عنده أسنان. فش تحل الجزر؟ تحل محل الأسنان إذ يحصل فيها الهضم الميكانيكال دايجستشن. إذا البروفنتريكولاس يكون الكيميكال دايجستشن while the gizzard is ميكانيكال دايجستشن، وهذه نقطة في غاية الأهمية إنه أنتوا لازم. الآن راح نجي على الممز، يعني راح نشوف إنه المعدة راح تختلف إذا كان الحيوان تغذيته أوميفورس يعني مختلفة أو كارنيفورس يعني لاحم أو هيربيفورس، وراح ندرس عليها المجترات. خلينا نشوف المونوتريمز. مونوتريمز اللي هي احنا سبق وإن قلنا لها هي الحيوانات اللي يعني راح تفتقر إلى الغدد. إن أنجيوليت اللي هي ذات الحوافر، والستيشنز اللي هي الحيتان. The gland occur in pyloric portion only. إذا وين أشوف الغدد راح تتمركز او الجزء الغدي من المعدة؟ في الانجيوليت والستيشنز اللي هي الحيتان راح نشوفها تتمركز في الجزء البايلوري اللي هو في الجزء البوابي. Stomach is a large sac، يعني هذه المعدة راح تكون عبارة عن كيس كبير. Stomach is a large sac meant to accommodate large quantity of food. هذه المعدة الكبيرة تكون مخصصة لاستيعاب كمية كبيرة من الطعام. That must be swallowed quickly. اللي من المفروض انه تكون يعني تبتلع بسرعة كبيرة. When available يعني عندما يتوفر هذا الطعام الحيوان راح يبدي يبتلع بسرعة كبيرة. ليش؟ Before the arrival of predators and competitors. يعني راح مثل ما نقول هذه الحيوانات اللي هي مونوتريمز راح تبدي تاخذ الطعام بسرعة كبيرة وتبتلع بسرعة فائقة حتى قبل لا يوصلون البريديترز اللي هم مفترسين، وكذلك قبل لا يوصلون المنافسين. اما بالرومينينت اللي هي الكود يعني يسموها الكود تشوينج، هذه الكود تشوينج يعني المجترات. رومينينت المجترات والاسم الثاني لها الكود تشوينج. ماملز هاف ا كومبلكس ستومك، راح تحتوي على معدة معقدة تتكون من اربع اجزاء رئيسية اللي هي الرومن الكرش والريتيكولم اللي هي الشبكية with honeycomb اللي بيها تشبه خلية النحل وملمسها يكون خشن. أم موسم اللي هي يسموها ذات اللفائف أو اللي يسموها البرقية، والأبو موسم اللي هي المنفحة. الآن لو نجي نشوف هذه الصورة اللي تبيننا أجزاء المعدة في المجترات، وهي هذه طبعا الصورة برغم أنها ما موجودة بالمحاضرة لكن في غاية الأهمية أنه أنتوا تعرفون التفاصيل. طبعا نجي على أول جزء وأكبر جزء اللي هو الكرش اللي هو نسميه الرومن اللي يظهر عندكم هنا باللون الوردي. هذا الجزء
طبعا يبلغ حجمه حوالي 80% من اجمالي الحجم، ويمتد على الجانب الايسر من الجسم من بداية الحجاب الحاجز وينتهي الى حد عظام الحوض اللي هو هذا شو نسميه الرومن الكرش. ثاني جزء نسميه الريتيكولم او اللي يسموه الشبكية، هي الجزء الامامي من المعدة الامامية، وطبعا يبلغ حجمها بحوالي 5% من اجمالي حجم المعدة. تتكون من خلايا مخاطية تبطن الجدار الداخلي، وهذه الجزء يقع بالقرب من القلب، ولذلك القلب يصبح اكثر عرضة للاصابة بالثقب او التمزق بسبب اختراق الاجسام المعدنية اللي قد تبتلعها يعني هذه الحيوانات اثناء تناول الطعام. الجزء الثالث يسمى بالورقية اللي هذا نسميه الاموسم، وهي الغرفة الثالثة من المعدة، يبلغ حجمها حوالي 1.7 من الحجم، وهي دائرية الشكل وتحتوي على ثنيات أو طيات لزيادة مساحة السطح اللي راح يتعرض للمواد حتى تم عملية يعني الهضم. وتعمل هذه الورقية على تفتيت ما يصلها من ألياف، لأن تعرفون هاي المجترات غذائها يكون بالدرجة الأساس ليفي، لأن بالحقيقة الهضم اللي يتم في هذه المناطق هو هضم مايكروبي وليس هضم بفعل الدايجستيف انزيمز اللي تفرزها المعدة، لكن توجد اكو فد كائنات موجودة او انواع من البكتيريا هي اللي راح تبدي تهضم السليلوز حتى تتم عملية الهضم او تساعد يسموها في عملية الهضم. يختلف حجم هذه الأموسم من حيوان إلى آخر، فهي كبيرة الحجم جدا بالأبقار وتكون صغيرة في الأغنام والإبل. نجي على آخر جزء وأهم جزء اللي هو نسميه الأبوموسم اللي يمثل المنفحة، أو بين قوسين هنا يتم عملية الهضم الحقيقي، لأن هنا راح تنفرز المواد الهاضمة. تتشابه تماما المعدة يعني ويا غيرها من أنواع المعدات اللي موجودة بغيرها من حيوانات. ليش؟ من حيث التركيب النسجي والوظيفة اللي لأنها تفرز مواد هاضمة، أو نظرا لاحتواء على عصارات هاضمة، وتمثل حوالي 8% من إجمالي الجسم. هذا الرسم في غاية الأهمية، وهذه الأجزاء أيضا واللي ذكرته أيضا في غاية الأهمية. ليش تعتبر الأبو موسم هي المعدة الحقيقية؟ أنتظر إن شاء الله الإجابة توصلني على الصف. Prominent gastric juices is secreted by the lining of abomasums. مثل ما قلنا سابقا أنه هي الجزء المسؤول عن الهضم الحقيقي. And pylorus for further digestion. وكذلك البوابة حتى تنتج المزيد والمزيد من الهضم. Carnivorous stomach clearly divided into two cardiac fundus and pyloric portion. إذا راح نشوف المعدة بالكارنيفور اللي هي الحيوانات اللي تقتات على اللحوم مثل الأسود والنمور والحيوانات المفترسة. Stomach is clearly divided. راح تتقسم to three parts. Cardiac الجزء القلبي، والفندس الجزء الفؤادي، وكذلك البايلوريك الجزء البوابي. Of which fundus always remains empty and accommodate gases. هذه الفندس ايش راح تكون؟ راح تكون دائما يكون قاعها فارغ ويستوعب الغازات اللي تنتج. Our glass stomach is found in primates and rodent in which cardiac and pyloric parts are divided by constriction. لاحظوا انه تم او بما معناه تم العثور على ما يسمى بالمعده، او المعده شبيهه الساعه الرمليه. هذه وين راح نشوفها؟ في الرئيسيات البرايمتس مثل الانسان وغيره، وكذلك القوارض. بهذه الحاله من المعده يتم تقسيم المعده الى جزئين، كاردياك اللي هو الجزء القلبي، والبايلوريك، وهذين الجزئين ما راح نشوف بيناتهم في الصمامات تفصل وحده عن اخرى، وانما فقط بالكونستراكشن راح فقط يعني تنقسم بالانقباضات. نشوف هذه الصورة راح تعطينا في التصور عن اختلاف المعدة في الأحياء، وهذه بقية الأحياء. شوف التمايز والاختلاف، كل ما اختلفت طريقة أو نمط التغذية في الحيوان اختلفت المعدة على هالأساس. أما هذا الرسم فراح يشوفنا يعني أيضا هي stomach of some vertebrates showing different glandular portion. هنا دي يحكي على الجلانديولار بورشن اللي دي يظهر هو بالحقيقة باللون. ما بعد تلاحظون انه دائما الجزء اللي مرتبط بالاثني عشر هو اللي راح يمثل الجزء
اللي راح يفرز الانزيمات الهاضمة او اللي نسميه بايلوريك ريجن. انتستين الامعاء طبعا انتم تعرفون تتقسم الى سمول انتستين ولارج انتستين. سمول انتستين اللي هي تقوم بالامتصاص جنبها بعض عملية الهضم، اما الامعاء الغليظة فهي وظيفتها بالحقيقة انه حتى تستعد تمتص بعض الاشياء البسيطة وتستعد القناة الهضمية لطرح الفضلات. It's a part of elementary canal، هي عبارة عن جزء من القناة الهضمية. موقعها between stomach and cloaca or anus، موقعها ما بين المعدة وفتحة المجمع. في بعض الحيوانات مثل الطيور مثل الزواحف عندها فتحة المجمع، وبعض الحيوانات مثل الأسماك عندها فتحة الأنس، وكذلك بالنسبة للبغان أيضا عندها فتحة مخرج ما عندها مجمع. And cloaca or anus. And the primary site وهي الموقع الرئيسي of digestion، يعني الموقع الرئيسي للهضم وكذلك الابسوربشن والامتصاص. Digestion is alkaline as a bile، يعني الهضم راح يكون عبارة عن هضم قلوي حيث يتم اطلاق العصارة الصفراوية. البايل الكلاين از ابايل يعني راح يكون قلوي مثل العصارة الصفراوية. البايل يعني عصارة صفراوية. عن بنكرياتيك جوزز والعصارة البنكرياسية. ار ريليز انتو ديودينم اللي راح وين تصب مفرزاتها في الديودينم في الاثني عشري. which is attached to the pyloric part of the stomach، واللي راح يتصل بها من الجزء البوابي من المعدة، وهذه النقطة في غاية الأهمية. راح نجي نشوف مقارنة الأمعاء في الأحياء اللي احنا سبق وإن قلنا عنها. بالسايكلوستوما الانتستان is a straight slightly enlarged، تكون مستقيمة ونوعا ما يعني تكون متوسعة on the posterior side في جانبها الخلفي لتشكيل يعني بنهايتها راح يصير بها في التوسع قليل حتى تكون المستقيم. and terminates into anus حتى وبعدين تنتهي في فتحة المخرج. fishes اما بالاسماك intestine of fishes is a short، راح تكون الامعاء في الاسماك قصيرة. wide almost straight راح تكون في الغالب انه يعني تعرض لكن تبقى هي بشكل مستقيمة بالغالب. although على الرغم some kilosti اللي هي الأسماك العظمية possess a spirally twisted intestine. lungfish also have a cloacal cecum، بينما الأسماك الرئوية راح تحتوي على cloacal cecum يعني في التركيب أعوري في منطقة المجمع into increase the absorption surface حتى يزيد سطح الابسوربشن او ابسوربتيف سيرفيس اريا حتى يزيد سطح الامتصاص. بوني فيشز دو نوت هاف سبايرال فالف، هذه الاسماك ما راح تحتوي على سبايرال فالف، هذا اللي احنا حكينا عنه بالدوك فيش وقلنا يزيد سطح الامتصاص اللي يوجد بالامعاء ويكون مثل اللفات تزيد انه من سطح ال the surface of digestion and absorption but have a many hollow finger like pyloric cecum، لكن راح تحتوي على تراكيب اصبعية. بدلا عن ذلك تؤدي نفس الغرض اللي هو شنو increasing the surface of absorption and digestion. وين مكان هذه pyloric cecum attached between pyloric stomach and duodenum، راح تكون ما بين الفتحة البوابية والاثني عشر. which perform same function increasing the digestion area of intestine، يعني لنفس الغرض حتى تزيد سطح الهضم والامتصاص. وهذه هي الصورة اللي توضح الأمر، هذه هي pyloric cecum كما موضحة عندكم، وهذا spiral valve اللي احنا شفناه بالكوندروكتيسيس. بالنسبة للأنفيبيا الليمبلس في الأنفيبيا اللي تكون عديمة الأطراف مثل من مثل الأبودة. intestine is almost straight راح تكون بالغالب هي مستقيمة. is not differentiation ما راح نقدر نشوفها متمايزة إلى small and large intestine إلى أمعاء صغيرة يعني أمعاء دقيقة وأمعاء غليظة. neurodels اللي هي سلمندرات وجماعتها والأنيوراس اللي هي الضفادع وجماعتها. small intestine is a long and coiled راح تكون طويلة وملتفة، لكن but large intestine is a short راح تكون الأمعاء الغليظة
قصيرة ومستقيمة أيضا ومفصولة عن السمو انتستين باي إليوكوليك فالف، يعني بصمام اللفائف القولوني. بالريبتيليا small intestine is elongated، الأمعاء الدقيقة راح تكون متطاولة coiled ملتفة uniform in diameter، يعني راح تكون ذات قطر واحد and large intestine، أما الأمعاء الغليظة is almost straight راح تكون مستقيمة. الإليوكوليك valve is present between two portions، وراح أيضا يكون موجود الإليوكوليك valve اللي هو صمام اللفائف القولوني أيضا موجود هنا. Beard. الأمعاء راح يزداد في الطيور but large intestine is a short، لكن راح تكون الأمعاء الغليظة أيضا قصيرة ستراد تكون مستقيمة and terminate into the cloaca وراح تنتهي بفتحة المجمع. Most of bird possesses one or two colic cecae، راح نشوف بالطيور راح ينطينا فالتركيب colic cecae يعني تركيب أعوري قولوني that increase the absorptive surface of intestine، هذا التركيب الأعوري راح يزيد لي سطح الامتصاص في الأمعاء، وهذه نقطة أيضا في غاية الأهمية. Mammal's intestine is more elaborate، يعني راح نشوفها أكثر تفصيلا. The small intestine is divided in two، راح نشوفها تتقسم إلى duodenum اللي هو الاثني عشر والجوجينم اللي هو الصائم and ileum اللي هو اللفائفي and the large intestine differentiation into colon and rectum، راح تتمايز الأمعاء الغليظة إلى القولون والمستقيم. الجيوجينام means empty، الجيوجينام يعني الصائم اللي هو لسه مو صائم، لأن الحيوان من يموت راح يشوفه فارغ، هذا الجزء الوحيد من الأمعاء اللي يكون فارغ أثناء الموت. الحيوان is about 8 feet long in man، يكون طوله تقريبا 8 أقدام في الإنسان. Has a leaf-like large villi، نوع الزغابات راح تكون ورقية الشكل. اليوم is about 12 تقريبا، يكون من طوله حوالي 12 قدم. Has a finger-like، الأنواع الزغابات اللي راح تكون ب finger-like يعني تشبه الأصبع 1 millimeter long، يعني يكون طول الوحدة مليمتر واحد. For adding absorption، وهذه راح تساعد على عملية الامتصاص، لأننا يعني سبق وأن نعرف أنه الزغابات هي increasing the surface of absorption. Carnivorous intestine measured of 5 إلى 6 times the length of the body، يعني يكون بالكارنيفورس بالحيوانات اللاحمة طول الأمعاء يكون من 5 إلى 6 مرات مثل طول الجسم، بينما بالهيربيفورس بالحيوانات اللي عاشبة تكون من 20 إلى 28 مرة بقد طول الجسم. ليش؟ هذا سؤال لكم. In carnivorous including man، يعني في الحيوانات اللاحمة ومن ضمنها الإنسان، cecum is reduced and appendix rudimentary، في الإنسان أو في اللواحم ومن ضمنها الإنسان هذا التركيب الأعوري راح يختزل وفقط راح يبقى بشكل زائدة دودية بدائية. سابقا كانوا يقولون ما لها وظيفة، أما والآن فهي يقال إنه لها وظيفة مناعية بالدرجة الأساس. Rectum is small and open into the exterior by anal opening، يعني الركتم راح يكون قصير ويفتح إلى الخلف بفتحة المخرج. Except in monotreme، فقط في الحيوانات اللبونة البدائية. Where is a shallow cloaca، هي هذه فقط راح يكون عندها cloaca، ما راح يكون عندها anus. نذكر الغدد الملحقة بالجهاز الهضمي وهي المتمثلة بالكبد والبنكرياس، لأن سبق من حكينا على الأورال كافيتي حكينا على الغدد العابية، أما الآن فراح نحكي على الكبد اللي هو يعتبر من الغدد التي في غاية الأهمية تابعة للجهاز الهضمي وكذلك البنكرياس. فلو نجي إلى الكبد. The main function of liver is assimilation and treatment of food، يعني الوظيفة الرئيسية للكبد هي التمثيل الغذائي للطعام وكذلك معالجته بعد الهضم. يعني شنو مقصود بمعالجة؟ يعني افراز الانزيمات الهاضمة، افراز مواد تساعد في عملية الهضم، بالاضافة الى الوظائف الكبيرة اللي يقوم بها الكبد
يعني خارج يعني مثل خارج عملية الهضم أيضاً، يعتبر من الأجزاء المهمة. طبعاً وظائف أنتم إن شاء الله ماخذيها سابقاً بالفسيولوجي. After it has been digested and absorption in intestine, new types of protein and fats are synthesized in liver. يعني أنواع جديدة من البروتينات والدهون يصير يحدث تصنيعها في الكبد. But liver also produce bile juice. يعني مو فقط رح يعطينا بروتينات، يعني مو فقط رح يفرز لنا هرمونات او رح يفرز مواد، وانما بالاضافة الى ذلك الوظيفة الاخرى للكبد هو our bile juice produce bile juice، يعني هو عصارة الصفراء that contain bile pigments. هذه bile pigment or bile salt اللي هي مسؤولة عن الاستحلاب الدهني، هي بالدرجة الأساس وظيفتها هضم يعني الدهون أو إفراز مواد تحول الدهن أو يعني تستحلب الدهن. Often gallbladder that open into bicystic duct. إذا هذه غالبا ما تفتح المرارة عن طريق القناة المرارية. يعني شنو هي المرارة؟ هي عبارة عن كيس يحتوي على أملاح الصفراء اللي وظيفتها استحلاب الدهون وتكون مادة مرة، وغالبا يظهر لونها اخضر قاتم او اصفر قاتم. وين راح تفتح؟ تفتح عن طريق القناة المرارية cystic duct into the bile duct الى البايل داكت الى قناة الصفراء for quick release when never required. اذا حتى تتحرر بشكل سريع عند الحاجة. سايكلستوم، راح نجي ناخذ الكبد ومقارنته في الاحياء. راح نجي اول مجموعة راح ناخذ السايكلستوماته. Liver is unusually small، يعني بالغالب وعلى غير العادة يكون صغير، and single loop، ومن فص واحد. اللامبري هذا في حيوان جلكي، but bilobed يعني bilobed يعني من فصين في الهاكفيش. من هي الهاكفيش؟ هي اللي يسمونها الأسماك المخاطية، هم تشبه اللامبري. gallbladder is absent in lambri، راح تكون gallbladder مختفية باللامبري لكنها but present in hackfish، ولكنها موجودة في الأسماك المخاطية. لكن but in larval stages both gallbladder and bile duct are present in all، لكن في كل الأسماك المخاطية وكذلك الجلكي في حالة اللارفال ستيج انهم موجودة كل من البايل داكت والغولبلدر، يعني العصارة الصفراوية وكيس الصفراء. لو نجي على الاسماك، liver is a larger and راح يكون الكبد بالاسماك كبير ومفصص، والغولبلدر is always present، والغولبلدر كيس الصفراء في الغالب موجود ما عدا except in some sharks، ما عدا في الأسماك الظروفية أو القرش. نجي على الأنفيبيا، liver is a large for the body size، يعني كبير مقارنة بحجم الجسم. lobed and with a gallbladder، راح يكون مفصص ويحتوي على كيس الصفراء. بالربتيليا there is no important، أما بالربتيليا deviation for amphibian، يعني ما انحرفت كثيرا ولا اختلفت كثيرا عن الموجودة في الأنفيبيا. in snake there is a single elongated loop، في الأفاعي راح يكون متطاول من فص واحد. gallbladder is always present in the reptilia، راح تكون كيس الصفراء في الغالب موجودة في الربتيليا. ليش؟ bird liver is always loop، يعني راح يكون ايضا الكبد في الطيور مفصل. gallbladder is sometimes absent، راح تكون مختفية في بعض الطيور such as in pigeon اللي هي الحمام، in which a bile duct open directly، راح تكون القناة الصفراء تفتح مباشرة بالأمعاء. ليش راح تكون موجودة بس بالأنفيبيا شفناها وبالأسماك أيضا شفناها، تيلا شفناها بالبيرد قسم نشوفها وقسم ما نشوفها. أما بالمامالز there are a more variation in mammals as compared with other group، يعني راح نشوف أكو تغير كبير بين المامالز اللي هي اللبائن وغيرها من المجاميع الحيوانية. There are two main loops، أكو فصين كبيرين للكبد. Are subdivided، اللي راح ينقسمون بدورهم as many as من 6 to 7 sub-loop، يعني أكو فصين رئيسيات وهالفصين الرئيسيات بدور راح ينقسمن إلى فصيصات صغيرة عددها من 6 إلى 7. gallbladder
is generally absent in those diet does not include much fat. يعني بالحيوانات اللي ما راح نشوف بيها تغذيتها ما راح تكون تحتوي على دهن، الجولبلادر راح تكون تقريبا مختفية. البنكرياس This is a second largest digestive gland. هو الغدة الكبيرة الثانية، يعني قصد بعد الكبد. That arises from endoderm. راح تبرز أو راح تظهر أو تنشأ من الendoderm of embryonic gut. من طبقة الendodermic قناة جنينية، الهرمية الجنينية. And can be divided into head, body and tail. وراح تتقسم إلى three portions. اللي هو الرأس و الجسم والتيل، يعني هذا تقصد على البنكرياس. That lie in a loop of duodenum راح نشوفها في عقفة أو انحناءة الاثني عشري. It is perform هذه الغدة من أهم مميزاتها أنه تحتوي على جزء endocrine وجزء exocrine. الجزء الاندوكراين اللي هو نسميه الجزء الصم اللي راح يكون يفرز مفرزات دايركت الى مجرى الدم، اما الجزء الاكسوكراين فهو اللي راح يصب القناة الهضمية حتى يساعد في عملية الهضم. The foam contributed to about 99% secretion that responsible for digestion of protein, fats, carbohydrate in small intestine. ويشارك بحوالي 99% من هضم البروتينات والدهون والكربوهيدرات في الامعاء الدقيقة. Cyclostomes. There is no well-defined pancreas. ما راح أقدر أميز في البنكرياس في البالغات من اللامبري. But pancreatic tissue is embedded in liver and intestine. لكن راح تكون أكو النسيج البنكرياسي يكون مطمور في الكبد والأمعاء. يعني بيقصد بالمكان المحاضي للكبد والأمعاء. أما بالهاكفيشز اللي هي الأسماك المخاطية possess a small pancreas راح يكون عنده بنكرياس يكون صغير راح يقع ذات لي near the bile duct راح يكون قريب من القناة الصفراوية. بالأسماك cartilaginous fishes has a tulu راح نشوف إنه بالأسماك الغضروفية راح يتكون من فصين well defined pancreas راح نشوف فد بنكرياس مميز للغاية that has a single duct يعني راح يحتوي على قناة وحدة. أما باللانكفيشز اللي هي الأسماك الرئوية and some kilocytes اللي هي الأسماك كاملة التعظم بنكرياس is diffused راح نشوف إنه بنكرياس منتشر and it is endocrine portion is a separate. أما الجزء اللي هو الإندوكريني اللي راح يفرز مفرزات دايركت إلى الدم راح نشوفه منفصل. أما في كل من الأنفيبيا البرمائيات والربتيلز اللي هي الزواحف والإيبس الطيور there is no noteworthy يعني feature ما راح نشوف شيء مثير للانتباه في هذه المجاميع. There is a well developed pancreas راح نشوف البنكرياس مميز جدا one or several duct ويحتوي على قناة أو مجموعة قنوات راح تفتح بالديودينام إما بشكل مباشر either directly or may join the bile duct أو ترتبط مع البايل داكت وبعدين تصب بالديودينام. بالمامولز generally two pancreatic duct are present in mammals توجد قناتين بنكرياسية في اللبائن. Both ducts are functional in horse and duck إذن الثنين يشتغلن وفعالات في الخيول والكلاب. When bile duct joined to pancreatic duct there is a sphincter of Boyden at a junction. إذا المكان اللي راح يرتبط به توجد العضلة العاصرة المسماة بعضلة العاصرة لبويدن أو عضلة بويدن العاصرة يعني هو الشخص اللي اكتشفها موجودة عند التقاطع ما بين البايل داكت والبنكرياتيك داكت. A small sac hepatopancreatic ampulla يعني أكو توجد فتكيس صغير أو حويصلة صغيرة يسموها الحويصلة البنكرياسية الكبدية أو يسموها الأمبولة أو يسموها الفيتر. It is found in man يعني هذه موجودة بالإنسان فيها in which bile duct and pancreatic duct open يعني بهذه الأمبولة راح ينفتح
البايل داكت يعني القناة الصفراوية، وكذلك القناة البنكرياسية. هذا كل ما يخص البنكرياس. الآن راح نجي نسوي في السيرفي على القناة الهضمية من البداية للنهاية في كل صنف من الأصناف. فلو راح ناخذ الأسماك No oral salivary gland، ما راح نشوف مثل ما قلنا سابقا ما عندها غدد لعابية. Water lubricate vote لأنه المي هو اللي راح يرطب الغذاء. No separate stomach in some species، ما راح أشوف معدة مميزة، لكن بعض الأنواع ممكن أشوفها تكون V shape or J shape. Intestine surface area for absorption increase، راح يزداد سطح الامتصاص في الأمعاء بطريقتين، هي أصلاً long tube، هي تكون عبارة عن أنبوبة طويلة وfolded وتكون ملفوفة وكذلك ملتفة، يعني هي بداخلها طيات وكذلك تكون ملتفة انسيلام. الميوكوزا أيضاً folded internal، وكذلك الميوكوزا الداخلية يعني من الخارج هي طويلة وملفوفة وملتفة، وبالداخل إلها الميوكوزا بيها تكون folded internal، تكون مطوات أو بشكل طيات من الداخل. هاي الطيات اما تكون سبايرال فالف مثل ما شفنا بالكوندروكتيسز، او تكون بشكل الفيلاي في الاوسيوكتيسز، كذلك عندها البايلوريك سيكا. الامفيبيان دايجستشن سيستم سيليتد اورال ابيثيليوم، راح نشوف انه البطانه الداخليه لفهمة تكون سيليتد مهدبه. اسوفاجس شورت وايد سيليتد، والاسوفاجس انها يكون قصير وعريض ومهدب. الستمك تكون من فندس اللي هو الجزء القلبي، والبايلورس اللي هو الجزء الغدي، وقد تكون انهم شورت تيوبولر وقد تكون متطاوله في بعض الانواع اللي درسناها. سمول انتستين كولد لارج ميوكوزال فيلاي، راح تكون ملتفه وكذلك بيها الميوكوزال فيلاي اللي هي احنا درسناها الزغيبات. نو جلاند، وما راح نشوف اي غدد. لارج انتستين تنتهي بالكلويكا. لو أجينا على reptilian digestive system، regional structure similar to amphibia gut، يعني بالحقيقة هو موقعيا وموضعيا يشبه الأمفيبيا، ما راح يختلف. الجزرد large pylorus grind food، راح تكون وظيفة الجزرد هو لهضم الغذاء، الهضم الميكانيكي. والجزء البايلورس اللي هو قلنا الجزء الغدي. السيكا pouches of intestine more time for digestion، إذن هذه السيكا والأنابيب الأعورية وظيفتها بالدرجة الأساسية زي السطح الامتصاص أو سطح الهضم حسب موقعها ومكانها. snake feeding on whole perine no mechanical breakdown all chemical، الهضم يكون في الأفاعي فقط هضم كيميائي وليس ميكاني. لو نجي على الطيور، كيراتيناز بيك نو تيث ان مودرن بيرث، ما راح نشوف عندها فد اسنان، فقط عندها منقار. كيراتيناز تانج، وكذلك حتى اللسان به يكون هو متقرن. عاد ميكانيكال بريك داون، يساعد على الهضم الميكانيكي. كروب اكسباندد اسوفاجس فود ريسيرفوار ريجريشن فور يانج، اذا هذا الكروب عباره عن توسع من المريء يستخدم كمستودع للغذاء. herbivorous seed eater gizzard mechanical breakdown using stone، في الحيوانات اللي تغذيتها تكون herbivorous seed يعني غير تغذيتها عاشبة لكن على البذور، راح نشوف انه الجزرد بيها اللي هي هذه الجزرد راح تكون تحتوي على قطع من الستونز او الاحجار حتى تسوي جريد، يعني تكون تطحن او تسحق الطعام. Proventriculus a glandular type of stomach، الجزء اللي راح يكون الغدي من المعدة راح يفرز الانزيمات الهاضمة والاحماض. اما اذا اجينا على mammalian digestion system they related specialization، اذا نوع الوجبة هو راح يحدد length of gut related to the digestion time، يعني طول القناة الهضمية له علاقة وثيقة في وقت الهضم. أنا ما أشوف الحيوان اللاحم طول قناة الهضمية، سبق وأن ذكرنا مثل طول الحيوان اللي هو عاشب. carnivorous chemical digestion fast gut short، يعني بالcarnivorous digestion يكون chemical كيميائي والقناة الهضمية تكون قصيرة. herbivorous chemical digestion slow gut longer، إذن الهضم الكيميائي يكون بطيء والقناة الهضمية تكون طويلة جدا. Q
كيراتينايز إيسوفيجس رودنت هيربيفورس. الإيسوفيجس راح يكون بالرودنت والهيربيفورس راح يكون متقرن. ليش؟ هذا سؤال لكم. Fermentation extra chambers for bacterial action to break down plant cellulose for guard fermentation intestinal fermenters. إذن راح نشوف أكو عملية تخمر تحصل بواسطة البكتيريا في بعض الأحياء. منو هذه الأحياء؟ هذا أيضا سؤال لكم. هذه الصورة تبين لنا الفروقات ما بين القناة الهضمية في عدة أنواع من الحيوانات بالنسبة للرودنت أو بالنسبة للأرانب وكذلك الغزلان والثعالب. كل واحد من عندهم له نمط خاص في من أنماط التغذية. ممكن تشوفون الصورة تبين المقارنة بشكل أوضح. إذا إحنا نكون غطينا الجهاز الهضمي، أرجو أن يكون واضح وشكرا لاستماعكم.